سؤال: لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ نعم، من غير مقدمات، من غير تمهيد للموضوع، لماذا؟ لماذا؟ أتعلمون ما معنى الصلاة؟ يا مسلم يا مسلمة، خطابي الآن ليس مع الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله، ليس معهم، خطابي مع من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، خطابي مع كل مكلف بالغ عاقل ويسمع الأذان ولا يمنعه عن الصلاة مانع، ولا يمنعها عن الصلاة مانع ولا يصلون. سؤال واحد أريد جوابا عليه: ماذا تقولون لله يوم العرض عليه؟ الله يناديكم في كل يوم 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي صلاة الفجر يزيد التنبيه تنبيها فيقول: الصلاة خير من النوم. وهناك من لا يصلي، شريحة كبيرة جدا لا تصلي، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. الصلاة، 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 وما ملكت أيمانكم، هذه آخر كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور في الوجه، نور في القلب، نور في الحياة. كل الحبال تهون إلا حبل الصلاة، إلا حبل الصلاة. إياك أن تقطع، وإياك أن تقطع هذا الحبل بينكم وبين الله جل جلاله. الصلاة باب مفتوح، كل الأبواب تهون إلا هذا الباب، لا تغلقوه، لا تغلقوه. لا تحسب أن صدقة تدفعها تنفعك إن لم تصلي، ولا تحسبي أن عفتك وشرفك ينفعك إن لم تصلي. الصلاة قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء. الصلاة مجلبة للرزق، مدفعة للشر، ناهية عن المنكر، جالبة لكل خير في الدنيا والآخرة. ألا يوجد عندك هم؟ ألا يوجد عندك غم؟ ألا يوجد عندك أشياء أشغلتك وأرهقتك؟ ألم تصب بالاكتئاب في حياتك؟ افزع للصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ألذ لحظات الدنيا، أجمل ساعات الدنيا، أروع لحظات في الحياة حينما تقترب من الله وأنت ساجد. إن العبد أقرب ما يكون لله وهو ساجد، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من تشتكي من معاص أرهقتك، يا من تشتكي من ذنوب تتمنى أنت أن تدعها، افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بماذا أمرك الله في هذه الدنيا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. بعد التوحيد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الصلاة من أعظم أسباب الرزق، قال الله فيها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك. ليبين لك أن من أعظم أسباب جلب الرزق ودفع الفقر هي الصلاة. إلى متى وأنت لن تصلي؟ اضمن لي أن تعيش حتى نهاية هذا المقطع، العمر غير مضمون. صلي، افتح بينك وبين الله علاقة جديدة، توبة جديدة بباب الصلاة. الله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، لم يتركوها ولكن أخروها عن وقتها، أخروها. غيا هذا واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، يسيل فيه صديد أهل النار. وإن أودية جهنم لتستعيذ من هذا الوادي من شدة حره. هذا لمن أخر الصلاة، فما بالك بمن تركها.
يا إخوتي هي رسالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ارجع للصلاة وسترى تغييرا جذريا في كل أمور حياتك. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم انفع بهذا المقطع قائله ومصوره ومخرجه ومنتجه وناشره وكل من أعان عليه، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.